هذا المعرض يأتي انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والبتجاهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل ومصدر دخل للمرأة. فالمرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، ولكن بيظهر إبداعها وتطورها في الحرف اليدوية والتراثية، وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر. أتوجه بالتهنئة للفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر. إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية. ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، وأسجل إعجابي بما قدموه من منتجات متنوعة بتعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر، وأتطلع المزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض. وأؤكد من خلالكم أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الدعم الموجه لسيدات مصر، وذلك لما لهن من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي. وأخيراً أجدد الإعراب عن سعادتي بوجودي معكم اليوم، والذي أتطلع لأن يمثل رسالة دعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها والعمل على نموها والاستمرار في التطور والإبداع. وشكراً.